هذه المقطوعة الشعرية من كلمات الشاعر المغفور له بإذن الله حسين علي المعصبي، أداء الشاعر أبو هاجر المعصبي. قولوا لعبد الوالي يا ناس وايش افعل، عبد الولي فعله وجعني وغثاني، لو هو جلس له حوالي كان بات احتال، لكن شنيني ودور له صحاب ثاني. 25 ذي شلوكم السفال، كيف اجبروكم وشلوكم غصيباني؟ قاتلت خالك علي يا خسم الخوال، ما قد فعل فعلتك قاصي ولا دالي، عرف لي العيب حين الباب من منزل، اني عداوه وهذا فعل بالعلي. قد كنت اسوي كابونا وامنا واسال، والعم والخالي والكذاب نصراني، لا ما زفقت العالم والطوق والهيكل، واليوم غفيت الإنسان هو الإنسان، زين الرجاجيل مثل المر والحنظل، ما يروي القلب غير الماء بالأحفاني. كم ما صبرنا فبان شرب من الزوقال، واشل بالبر من بيضة وميساني. احنا حلفنا ولا حد مننا يفسال، لا بد ما شل حنشانك بحنشاني، ناصر جراده ويحيى قتلهم يسهل، الحرب بيني وبينه طول الازماني. يا حرب لا ما يقع فيها مياك محفال، لا ما يكل السلاح واعظ باسناني، الهنجمه والكبره عندنا يخبال، بالي علي حازم من شيخي وسلطاني، وسعد ذي كان ساعة ناصفة واشكال، وحربتنا بعدهم يا حمى الاتقاني. سايرت لك ناس ما قد جدهم قتال، وفعلت مصلح صالح مثل الحميقاني، في المنجده والعسيليه بتتجول، من فوق ناصر مثلنا يا بريطاني، والختم صلوا تخص الطيب المريض.